السلام عليكم خواتاتي، كيف احوالكم؟ رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله، ويرفع ربي هذا البلاء ان شاء الله في اقرب وقت. ونتمنى يا خواتاتي ان شاء الله تعجبكم الوصفه اللي غنحضر معكم هذا النهار، بعجين بسيط جدا كورق البسطيله وقشوه رائعه، بصدر الدجاج وقليل من الحوت، ولكن بنكهه الحوت كانك تاكل الحوت بالضبط. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وتابعوا معي اخواتي طريقه تحضير المقادير، وتلاقوا مع المقادير. وشكرا لكم. ونحتاجوا ان شاء الله لهذه الوصفه. خديت هنايا انا بالقدر اللي خديت، خديت هنايا نص كاس ديال العنبه الزيت، وكاس كبير ديال الماء، يعني كاس ديال العنبه عامر بالماء ونص ديالو زيت، يعني هذا هو العبر اللي عندي. واحد البيطه، قليل من الملح، وطحين على حساب الخليط، يعني على حساب نص كاس الزيت وكاس الماء العنبه، والحشوه اللي ماشي نعمرو بها ان شاء الله للمملحات ديالنا. خديت هنايا قليل من صدر الدجاج وقليل من الحوت الابيض مخلطين. خديت هنايا القزبر والمعقنوس قبطه، وواحد فاص الثومه حكيتو عليهم كيف كيبان لكم. وخديت هنايا واحد قرعه محكوكه، واحد خيزويه محكوكه، واحد بصله كبيره مشلضه. وخديت هنايا الشعريه اللي سلقتها من التشليقات، الشعريه العاديه، ما كنستعملش الشعريه الصينيه، يعني الا كتعجبك الشعريه الصينيه يعني ممكن تستعملها، الا ما كتستعملهاش. وخديت هنايا هذا الزيتون مقطع صغير، وهذه هي العطريه اللي ماشي نحتاجها. خديت هنايا واحد كنور ديال الحوت، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره مخلطه بين الخرقوم والسكنجبير والكمون، قليل من الابزار، وقليل من الزعتر. وطبيعه الحال هي ناخذ واحد جوج ولا ثلاثه المعالق تاعك زيت بلديه باش نشحروا الخضيره ديالنا. ونمر معكم خواتاتي لطريقه التحضير. الحاجه البنات، عملت المليحه ديالي، نعمل عليها البيطه ديالي بهذا الشكل، هذا نكب عليها هذيك الزيت، نحاول نخلطها شويه. نكب عليها كاس ديال العنبه ديال الماء، يعني نص كاس زيت نص كاس عنبه، هذا هو القدر. كيخرج لك واحد الكميه اللي هي كبيره، كتجي العجينه مقرمشه. ديك الساعه كنضيف الطحين شويه بشويه، حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي بحال عجينه المسمن بهذا الشكل، حتى كتجمع لنا العجينه ديالنا. هذه هي العجينه ديالي، كنحاول ندلكها تدليكه خفيفه بهذا الشكل، كتكون رطبه وكتكون بهذا الشكل هذا. ونحاول نقسمها كويرات شويه كبارين هكا على ربعه بهذا الشكل هذا، وندهنها بقليل من الزيت ونخليهم يرتاحوا على ما تبرد لنا الحشوه ديالنا فقط، ونتلاقاو ان شاء الله خواتاتي. انا خواتاتي هادو هما السمنات ديالي اللي فرقتهم على ربعه، ودنتهم بقليل من الزيت، ونغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا على ما تبرد لنا الحشوه ديالنا ان شاء الله. اول حاجه كنعمل الصغيره ديالي على العافيه، كنزول منها الا الزيتون والشعريه، كنضيف لها الزيت تقريبا 3 المعالق الزيت البلديه، ونخليها تشحر كامل، نخلطهم كامل ونخليها تشحر، ما نضيفوش الملح بزاف لان اصلا الزيتون كيكون فيه الملحه وكنور مالح، يعني ردوا البال للملحه. صافي، نحطوا العناصر ديالنا كاملين ونخليها تشحر مزيان، ديك الساعه نتلاقاو ان شاء الله. انا خواتاتي هذه الخضيره ديالي، حطيت المريقه ديالها كيف كيبان لكم مع التحريك دائما، وديريكتوم كنضيف ديك الشعريه باش كتشرب حتى هي ديك المريقه، لان حتى هي اصلا كما يكون التصوير واضح، اصلا سلقتها غير نص تسليقه فقط، يعني ماشي طايبه، كنفضلها انا احسن من الشعريه الصينيه مع التحريك دائما. وكنضيف لها البنات كنور ديال الحوت والبابريكا والصحتر والابزار وقليل من الخرقوم والسكنجبير والكمون، نحمرو كامل، ويبقى لي في الاخير الزيتون نضيفو حتى كتشحر القديره ديالي تماما، ما يبقى ليش فيها المطه مع التحريك دائما. نضيف ديك الزيتون المقطع،
خليت خديرة ديالي تبرد على خاطرها. ديك الساعة نجوز معاكم خواتاتي لصعبة العجينة ديالنا هاد الشكل مع التحريك دائما. ونتلاقى خواتاتي، هدا هو العجين ديالي، كنطلقو حتى كيرجع حتى كيبان لك سطح العمل بهذا الشكل. بلاتي عليه راه ما كيتقطعش، تجي عجينة طرية. كنكملو طريقة العجينة ديالنا كاملين، عاد كنشكلو البريوات ديالنا ان شاء الله. انا خواتاتي كنطلق العجين ديالي حتى كيبان لك رقيق على هذا الشكل، وكينا كدهنيه بالزيت وصافي، ماشي كتكبي عليه الزيت بهذا الشكل. هذا كناخذو الموز كنقطع هكا، كنقطع طرف بطرف وكنحاولوا ناخذوا واحد الكميه من الحشوه، نحاولوا نعطيو لها الشكل اللي هو شكل مثلث ولا شكل البريوط بهذا الشكل. هذا طريقه سهله، وكنقطعوا باش ما نعملوش الورقه بزاف بهذا الشكل. هذا ها هي، ونحطوها في اللاطه ديالنا عاديه، وكنستمروا حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله ان شاء الله. هنا خواتاتي نعاود معكم وحده اخرى، اللوليه نسيت ما حملتلهاش شويه ديال الفرماج، كنعمل معها شويه ديال الفرماج الا كان مطوفه، الا ما مطوفرش ماشي مشكل. كنحاولوا نعطيو لها الشكل اللي هو شكل مثلث بهذا الشكل هذا، وكنستمروا في طوي العجين ديالنا بهذا الشكل، وكنقطعوا العجينه ديالنا باش ما تبقاش عندنا العجينه هكاك. وهذه عاود نفس الشيء، كنحاولوا نطلقوها بهذا الشكل، وحتى هي كنعمروها تكون عندنا البريوه ديالنا ها هي واجده بهذا الشكل هذا. نعاود معكم وحده اخرى بهذا الشكل هذا، كنحاولوا نعطيو لها الشكل اللي هو شكل مثلث على شكل البريوات بهذا الشكل هذا. كنلويو البريوات ديالنا. انا خواتاتي هادو هما البريوات ديالي، ندخلهم الفران اللي عندي سخون بلا ما ندهنهم بلا بالبيض ولا باي حاجه، ونلتقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالهم خواتاتي. انا خواتاتي هادو هما البريوات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا، يعني حاجه بسيطه وسهله، ولكن مع هذا الحجر الصحي يعني ما خصكش تخرج برا، يعني تقريبا اللي كان في الدار، وكتجي ورقه هشيشه ورطبه. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وحشوه رائعه بالله، شويه الخضيره بنكهه الحوت، يعني كانك تاكلي الحوت. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم فلما لا. وشكرا لكم اخواني اخواتي على المتابعه، ونتمنى الاخوان والاخوات اللي مشاركينش معايا يشاركوا معايا ويفعلوا الجرس باش كيوصلهم كل جديد، ونشوف تعليقاتكم ان شاء الله، واللي لايكات ديالكم ما تخلوش عليا بهم. شكرا لكم اخواني، ورمضان كريم وبالصحه والراحه.